هلا انا اللي عم شوفه هون واللي عم نقرأه احنا بالصحف انه نبره العنصريه والتعامل العنصري مع اللاجئين اللي بشرته بيضه واللي بشرته سمراء واللي اوكراني وهذا ما انه سوري، الالمان نفسهم عم يحكوا في هذا الموضوع، وكلياتنا ما بيخفى عنا تصريح المدعي العام الاوكراني لما قال انه مؤسف اللي عم نشوفه ناس ببشره بيضه وعيون زرق عم يقتلوا بصواريخ بوتين، بالنهايه كلياتها ارواح ان كان سوري ولا اوكراني ولا ارواح ولاجئين كلياتنا سوا. والتعامل الصحفيين كيف تناولوا الامر لما اجوا للدفعة القوية من السوريين كيف يتعاملوا معه وكيف ما بيتعاملوا هلأ مع الأوكران بإنسانية كاملة، إنسانية لا تجزأ يعني لاجئ بكل أحواله. نحن منفضي أماكن للناس تفضلوا وعدوا لكنه تتعامل مع عنصرية، وأنا شفت بعيني التصرف المدراء المخيمات قبل ما يجوا الأوكران وهلأ شكلهم تغير، نبرة صوتهم تغير، نزلت الاحتقار لأنه تغيرت، عم تحس أنه أنت أخذ شيء لألهم، عرفت كيف؟ أنه لا أنت روح في شيء أو في حدا تاني أولى منك في هذا المكان بالإعلام. في شيء محمد؟ تماما بالاعلام، الصحفيين نفسهم عم يحكوا هذا الكلام، الاعلام فيه هيك شيء صحيح. فاول ما بلش تدفق اللاجئين الاوكران على المانيا تحديدا برلين باعداد كبيره، التصرف عم يصير انه عم بيطلعوا اللاجئين من مساكن، اما سكن مؤقت مدعوم من الدوله يعني، او بهايمات تجمع سكني كمان مدعوم من الدوله لكن درجه اولى او مهيئ للسكن بدرجه اكبر من غيره. الارقام في عائله اكثر من عائله يعني صارت لصو. انا رحت شفت بعيني وعينت المكان، عائلة حلبية كانت ساكنة ببيت مدعوم من الدولة يعني، بيت مهيئ طبيعي مثل أي بيت، فجأة بيجروا عندهم الصبح إجراء تعسفي، بيقولوا نفضوا البيت، فبيسألوا ليش، فحرفيا بيكون الجواب إنه هذا البيت الأوكران أولى منهم، أنتوا عنكم قابلية تسكنوا بمكان تاني. طلعوا من البيت دغري أخذوهم على مكان سكنوهم فيه، هو طبعا ما هو بيت وإنما هو بناء مكاتب مفضى من أساسه المكتبي، وفارشينه بتختين حديد على فرشة عليهم وفرشتين بالأرض وسجادة، وقاسمين الغرفة أو المكتب بخزانة طويلة، وبقفل الخزانة عاملين مثل طاولة صغيرة هيك للأكل، والمطبخ ما في مطابخ بالغرف وإنما مطبخ بيكون مشترك لكل الساكنين في هذا المجمع. العائلة الحلبية صلى من أشهر، عائلة ثانية كمان صلى تقريبا شي سنتين، وفي أفغان وفي من جنسيات ثانية يعني. فالعم يصير عم ينقلون من سكن درجة أولى مثل ما حكيت لمثلا الكارفانات أو لمثل هدول الغرف اللي هن المكاتب أساسا، حتى الفرش بيكون مختلف يعني، بتفوتي على بيت بيكون مفروش أحسن فرش، بتروحي على مكان فرشة مخدة وحرام وسجادة في الأرض يعني، هيك اللي عم يصير هون، التمييز اللي عم يصير. هذا الشيء اللي خلاني أحكي في الموضوع، أنه قبل ما كان في أساس، خلص الموظف في مكتبه يشوف وين في مكان فاضي يبعث اللاجئ عليه يسكن هون، أما حاليا لا، عم يجي على اللاجئ اللي قاعد ساكن يقول له اطلع فضي روح لهون حط داره اللي جاي من أوكرانيا.